عنده هو البوزيشن لتكون في ضغط فول كورت بريس. بيستلم كريستانيلز، كريستانيلز هو بيطلع الطابه، كريستانيلز بيروح على السله، بيروح على السله، في خطا، في خطا لصالح كريستانيلز. ما معقول هيدا اللاعب، لاعب ارتكاز بس بعقله كله، هو لاعب جارد، هو لاعب سبول فورورد، بحب يعمل هو الدريبل، هو يطلع اول ذا واي، هو اللي طلع كل الملعب، قدر دخل على السله، حصل على الفاول، رح يكون عنده اثنين فري ثرو. كريستانيلز 79% نسبته بالبطولة، الفري ثرو الأولى بسجلها كريستانيلز، التقدم لصالح فريق الحكمة بفارق نقطة. قبل سنتين وثلاث أعشار، قبل سنتين وثلاث أعشار عم يسجل نقطه ال 18. مش معقولة ملا مباراة. كريس، كريس ما بينجح بالمحاولة، بيلتقط الطابة والمباراة عم تنتهي. ما معقول شو عمل كريستانيلز، ما معقول شو عمل كريستانيلز، نهى دوربي بيروت بطريقة غريبة عجيبة، بطريقة غريبة عجيبة. الحكمة بيفوز بالمباراة، ذكي ذكي كثير كان، ذكي هاللاعب، لاحظوا لاحظوا بالإعادة، هيدي رح تكون أكيد وحدة من أجمل البلايز بإنسايد جيم يوم يوم التنين. ذكية جدا 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 منك يا كريس، شو هالقلب، شو هالجرأة.